السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات في مطبخ أم صفاء. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة زوينة، مقروط بالحليب اللي كيجي زوين بزاف. نتمنى تجربوه. ننتقلوا للمقادير. عندنا كاس، أنا الكاس ديرو الكاس الطويل نتاع الماء، مهم ديرو نفس العبارة، كاس نتاع الدقيق، كاس هو كاس طويل نتاع الفارينة، زوج كيسان نتاع السميد نتاع الحرشة، سميدة رقيقة نتاع الحرشة، زوج كيسان، نصف كأس زيت، نصف كأس زيت، وكأس حليب ليكون شوية دافي. عندنا 4 معالق كبار، 4 معالق كبار تاع السكر. عندي هنايا خميرة نتاع الحلوى، ساشية وحدة، اللي ما عندهاش تاع العبار دير ساشية وحدة خمارة حمراء، نصف ملعقة خمارة ديال العجين، خمارة الخبز، وقبصة ملح، واحد الرأس نتاع المعلقة نتاع الملح. وهنا في هذا الأثناء أنا وجدت الزيت ديالي في المقلاة تنسخنوها. وعندنا هنا العسل اللي نسمتها بشوية نتاع ما زهر، العسل اللي ديروها فوق النار غير تسخن شوية باش تنطلق ما تكونش ثقيلة. وعندي هنا فين غادي نقطر المقروط ديالي من بعد ما نغسلو، غادي نقطرو هنايا، فدرت واحد الشبكه باش يكتر لي هنايا باش داك العسل الزايد يهود كامل. ونتبعوا معايا الطريقه ان شاء الله. اذا اول حاجه اخواتي غادي نبداو بالمكونات الجافه، غادي نخويو الدقيق ديالنا، زوج كيسان تاع السميد. هاد المقروط كاين اللي يبغي يديره بالتمر، يقدر يجي حتى بالتمر، وكاين اللي ما يستغنى عن التمر. انا كان يعجبني، كيعجبني بلا تمر، كيجي رطب، كيجي زوين، هو كيترون بالحليب يعني كيجي زوين، كيجي رطب. كتحطيه في الكوتيل، كتحطيه كديروه حتى في الاعياد، كديروه كيجي هائل وهشيش، ما كيقساحش مش كيما المقروط هذاك العادي اللي كان هذا لا كيجي زوين. نخلط المكونات الجافة، كنزيدو 4 ديال المعالق ديالنا اللي درنا 4، كنزيدوها، كنزيدو الخميرة اللي قلتكم ساشية تاع خميرة حمراء، نصف ملعقة تاع خميرة الخبز، ورشة ملح، وكنخلطو المكونات اللي درنا جيدا، تندمج مع بعضياتها بطريقة، وكنديرو نصف كأس نتاع الزيت ديالنا، كنديرو كنص كاس بالطريقة، وكنبسو شوية المقروط ديالنا، ندخلو معاه كاع حبة الزيت بالطريقة. نتمنى يكون الفيديو واضح، نتمنى تشاركوني بالتعليقات ديالكم، واللي بغات شي وصفه كما كنقول لكم كاع في الفيديوهات ديالي نتمنى تكتبها لي في الكومونتير باش نطبقها لها. كنبسو هكا، حتى كندخلو كل شيء، وكنبقاو نزيدو الحليب ديالنا. واخا قلت لكم انا كاس، كاين كل سميده والنوع ديالها، كاين سميده اللي كتشرب وكاين سميده اللي ما كتشربش. داكشي نتوما ديروا كاس دافي وكتبقاو ترونو حتى كتكون لكم واحد العجينه اللي ماشي قاسحه، ما تكونش قاسحه بزاف. غادي نوريكم تريجين الطريقه، كاين لحقاش كل سميده والنوع ديالها.
وهاد طبعا هاد المخلوط ما كيتدلك ما والو، كنجمعوه يكون واحد العجينه. هذا مخلوط مختلف على المخلوط التقليدي اللي دائما كيديروه نتاع الزبده اللي كيدروهم غير بالماء والماء الزهر. هذا لا، هذا انا في نظري كيجي حسن، وكاع اللي داقوه يعني وعجبهم. انا هنايا درت كاس كامل، جاني هذا هو. صافي غادي نوجدو شويه السميده حدانا، نبديو نصاوبو المقرط ديالنا. انا درت شويه السميده اللي غادي نبقى نكور فيها المقرط، وجدت الصينيه فين غادي نحط المقرط ديالي. غادي نشكل واحد الكره هكا بالطريقه، نديرو شويه السميد في مكان العمل ديالنا، نبداو نحبلو لو دائما ندير شويه قليل تاع السميد في مكان العمل باش نتجنبو الالتصاق ديال المقرط ديالنا. بهالطريقه نتمنى يكون يبان لكم. كنضغطو عليه شويه، كنحاولو يجينا متساوي بهالطريقه، وكنقطعوه قطع متساويه. كنحيدو هاد الاطراف ما كنديروهمش، الاطراف كنقطعوه بهذا الشكل، بهذا الشكل كنقطعو وكنديرو في الصينيه ديالنا. كنكملو بهالطريقه، كنكملو كاع المقرط ديالنا. نتمنى هاد الطريقه تكون سهله بالنسبه لكم، هي طريقه بسيطه بهاد الطريقه. وكنحطوهم في اللاطه ديالنا، كنكملو كاع المقاط اللي عندنا. عاد نبداو نقليوه كما راه يبان لكم. هنا كنشدو هكا الحربول ديالنا، كنديرو السميد وكنكونو واحد الاسطوانه. تكون متساوية نتمنى تجربوا هاد المقروط، اللي جرباتو ترد عليا. كنضغط عليه شوية كما قلت لكم سابقا، وكندي كنحيد الجوانب، جوانب لي حيدوها، وكنقطعو قطع متساوية هكذا. هالطريقة كنديرو في الصينية اللي وجدنا، كنكملو بهذه الطريقة حتى نوجدو كاع المقروط اللي عندنا. غادي نكمل أنا هادشي باش نوريكم طريقة الطهيرها معروفة. نكمل هادشي ونرجع عندكم.
اخواتي بعد ما المقراط ديالي ها هو قطعته وجدته في البلاطويات هنا تقريبا. هاد العبار نتاع الكاس اللي عطيتكم دار لي تقريبا شي 55 حبه اللي دارها لي تقريبا. انا غادي نشعل الزيت ديالي تسخن باش نمرو نطيبوه ان شاء الله. من بعد ما الزيت ديالنا شوفوا درت هذا سخن غادي نديو واحد ديال المقلوب ديالنا مازال خصها شويه تجهدوا لها شويه النار. وهنا وجدنا العسل هو هنايا اللي سخنته غير شويه وطفيت عليه ماشي مطلق. غادي من ينضجوا نديروهم في العسل نغطيوهم بالعسل ونهزوهم ونديروهم في الشبكه هنا ونخليهم حتى كيقطروا مزيان مزيان. واحد جوج تاع الفرشيطات بهذه الطريقة خليهم حتى ينضجو من واحد الجهة هادو المرة الجهة الثانية تحمرو. نتمنى كل شيء يكون واضح. ومن تكون يعني يكون غير شخص واحد كيعمل ملي كيحيد هادو يديرهم في العسل كيحاول ملي يدير الاخرين ينقص لهم العافيه باش ما يمشيش يبقى يتلاها مع العسل هنايا يديرها تكثر ويخلي هادو يتحرقوا له. يحمر لي الجهه الاخرى بالطريقه باش تعرفوا بلا المقروط جاكم ناجح. هو كيتفلك من الفوق كيدير التشققات الاعلى كما هذا الشكل. التشققات كيعاونوا باش العسل يدخل في المقروط ديالنا. دائما نراقبوا واش حمر لنا ها هو. هذه هي خص الدرجه اللي تحيدوا فيها ما تخليش يحمر بزاف. دروك غادي نحزوها ونحطوها في العسل نراقبوا الطريق. كنديرو في الشبكة يكتر مزيان وكنديرو في القرصة ديالنا. نقدرو نديرو في المجمد اللي بغات توجد هكا انت بغيتها تجي يجي الضياف ديالها وتجبد داكشي بالنسبة لي بغات يعني. نقدرو نديرو في المجمد ما يوقع له حتى حاجة. هاد الطريقة نضيف واحد الكمية Thank you.
كيكتبش عليا هاد الخطوط حتى كنشوفو يتحمر وكنقلب. هاد العسل كيما قلتلكم نسموها إيب، واحد زوج قطرات نتاع الماء الزهر، الماء الزهر زين في الحلويات كيتواتى مع المذاق تاع العسل. نرقبو الخروط ديالنا نحطو شوية عاد، باش ما يعطينيش داك المنظر، يكون المنظر ديالو ماشي زوين الا تحمر بزاف. كشي علاش ما طيب لي غير هاد الدرجه اللي نوريكم كتافيو بيها. الا كان معاكم شي مختار لي عاونكم كيكون احسن. درناه يكتر غادي نكمل بهذه الطريقة حتى نكمل كاع المقروط ديالي ونوريكم المنظر النهائي. هذا هو المقروط ديالنا من بعد ما راني دايره يكتر، كنخليه يكتر مزيان حتى يهود كاع داك العسائل الزائد في هذا الخرج البنية اللي دايره لتحت. هذا كتحتفظوا به كتربطوه في الخور ديالو في القفصه ديالو، وغادي نديره في طبق التقديم وغادي نعطيكم المنظر النهائي. شكرا اخواتي الكرام، هذا هو المقروط ديالنا اللي طاب بهذا الشكل، كيجي زوين وكما قلنا الحشيش كيجي فتي. نتمنى تجربوه وتشاركوني التعليقات ديالكم. هذا هو المقروط ديالنا، وبالصحة والعافية، وشكرا على التعليقات ديالكم وشكرا على المشاركة ديال القناة ديالي اللي شاركتوني فيها، وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.